تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. فالبوينا ويمر لوكا مودريتش. يلعبها في المساحة. والآن فرصة للتحول الهجوم. كرة تصل اللاعب وصلت إليه كريم بنزيما. الكرة ملعوبة ضربة رأسية. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء. لا يمكن إيقافه بسهولة. كريم بنزيما. فالبوينا الكبير. يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. إذا ما فاز لوكا مودريتش. مودريتش ضغط يساعده في استعادة الكرة. هل ينجح في المرور؟ يلعبها إلى داخل. فالبوينا يستلم الكرة من الخلف. والكره العرض ضربه راسيه. الله يا امور غير عادي من هذا القائد. نجوميه كبيره، شخصيه قويه، يقود فريقه نحو الانتصار. رغم الرقابه كان ينجح في التسجيل بكل هدوء. لا يمكن ايقافه بسهوله. لعبه رائعه منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة.